ورد في بعض الآثار أن الله يسأل عبداً يوم القيامة يقول له: يا عبدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا ربي لم أنفق منه شيئاً مخافة الفقر على أولادي من بعدي. هو شر الناس من عاش فقيراً ليموت غنياً، لم أنفق منه شيئاً مخافة الفقر على أولادي من بعدي. قال: ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. أما الثاني يسأله الله عز وجل: أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين. يقول الله: عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك.